طبعا انا كنت يعني بتذكر دائما ارسم وانا في المدرسه وانا صغير باستمرار، ولما خلصت التوجيه حصلت على منحه من الاردن لدراسه الفن في القاهره. من هون كانت البدايه، ونميت موهبتي عن طريق الدراسه، ورجعت طبعا لفلسطين والقدس بشكل خاص، عملت في مجال التدريس في المدارس في الروضات في الجامعات. اهتمامي بالطفل خلاني أركز كثير في الفترة الأخيرة وهي الفترة أني أنشر الفن في كل مكان، وركزت كثير أني أعمل جداريات في من بداية ساحات الروضات الأعمار الصغيرة حتى يعيش الطفل جو فني ويتذوق الفن منذ الصغار. وطبعا يكون الفن له دور كبير بالنسبة للطفل، أنه بحقق له نوع من الاتزان النفسي، الراحة النفسية، بيعيش في جو جمالي بنعكس على شخصيته وتصرفاته. أنا شخص بحب القدس، بعشق القدس، عشت طفولتي في حواريها، كنت قريب من المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. انطردت من بيتي وأنا عمري 11 سنة بعد الحرب 67، هذا خلى أن القدس هي محور أعمالي، لأني عشت كل طفولتي في هذا المكان، اتذوقت طبيعة وجماليات القدس. احنا طبعا بما انه منعيش تحت الاحتلال، اول اشي في عدة اشياء ممكن يتناولها الفنان: الطبيعة الفلسطينية، القدس بجمالياتها، ودائما انا بقول انه كل متر مربع مشروع لوحة بالنسبة لي للقدس. انا بعتبر الفنان انسان مثقف لازم يوصل رسالته للعالم من خلال فنه، وبعتبر الفن والثقافة أقوى من أنه نستخدم السلاح والعنف، اللي نوصل رسالتنا ونشرح عن قضيتنا بطريقة حضارية.